مساء الخير. مساء الخير. في مصطلحات جديدة ومستحدثة بنسمع عنها في موضوع السينما، يقول لك سينما مستقلة، سينما روائية توثيقية، يبقى سينما الارتجال، يعني ممكن يصوروا فيلم والناس كلها والأبطال هم اللي بيألفوا الحوار كده ارتجالا، ما يبقاش فيه حاجات مكتوبة بالنص. إنما أغرب حاجة سمعنا عنها مؤخرا عن فيلم مصري شارك في مهرجان لوكارن. هو فيلم طويل والحقيقة إنه ذو مستوى محترم، إنما الحاجة الغريبة فيه إنه أبطال الفيلم هم مش بس ناس عاديين وعمرهم ما مثلوا، هم قرايب المخرج. يعني مؤلف ومخرج الفيلم لما جه يعمل الفيلم ما قعدش يشوف أو يعرض السيناريو ده على ناس محترفين، لأ، إدى دور لوالده ودور لوالدته ودور قرايبه وأصدقائه ومعارفه، والأغرب إن هم أدوا أداء حسنا جدا. أنا اتفرجت على الفيلم ومبقتش مصدقة إنه كل اللي موجودين دول، حاجة من الاتنين، يا إما يجي لك إحساس إنه ده فيلم وثائقي فدول ناس عادية بتتعامل مع الحياة وإنت بس الكاميرا بترصدهم، أو إن هم ناس محترفين قوي بالدرجة إن هم بيمثلوا كويس جدا. دي تجربة شدتنا ومش عارفين إذا كان في حد سبقوا فيها ولا لأ. فيلم من مستواه المحترم شارك في مهرجان لوكارن، والحقيقة إنه أخذ صيت وتعليق معتبر، بس أغرب حاجة فيه إنه أبطاله هم ناس حقيقيين عمرهم ما مثلوا، هم بس أهل المخرج. الفيلم اسمه أخضر يابس ويستحق الاهتمام. قولك إيه يا إيمان، ما تشوف يا عمك أشرف رجع من السفر، وأنت بروحتي زورتيه ولا إيه؟ أنا معرفش إنه رجع من السفر أصلا. ده رجع بقاله حوالي أسبوع دلوقتي. أنا من رأيي تاخدي بعضك وتروحي تزوريه. أمينة تسلمي عليه ومنها تشركيه في موضوع نوح. راجل فاضي اليومين دول، ممكن يفيدنا كتير. خلينا نرحب صناع الفيلم أو صانع الفيلم وقرايبه. محمد حماد المؤلف والمخرج لهذا الفيلم، خلود سعد منتجة الفيلم ومرات المخرج، هبة علي بطلة الفيلم صديقتهم، ووالد المخرج. خلينا نرحب. أهلا محمد، أهلا سهلا، أهلا بك، أهلا بك، أهلا بحضرتك، اتفضل. مبروك على الفيلم وعلى المشاركة. لا انا بس عايز اعرف ازاي محمد انت اقنعت باباك ومامتك وصاحبتكوا هبه ان هم يمثلوا في الفيلم، وفيلم يبقى كويس وشارك في مهرجانات، ازاي عملتوا ده؟ اول حاجه انا بشكر ان انا موجود في البرنامج هنا، وطاقم العمل كله بشكرك طبعا. شكرا ليك. انا كان تفكيري في الفيلم ده من الاول ان انا ما كنتش حابب قوي اشتغل مع وجوه معروفه او ممثلين مشهورين، لان التجربه من ساعه السكريبت كانت اقرب انها تبقى يعني مناسبه لناس اول مره بنشوفهم، عشان في رايي ان ثلاث حاجات ممكن يتحققوا من خلال ده. اول حاجه المصداقيه، تاني حاجه الطزاجه، تالت حاجة تلقائية. أيوة معلش، يعني أنت اديت الأدوار دي عشان أسهل وأقرب ومش هطلب منك فلوس؟ ولا هو أصلاً وأنت بتكتب الفيلم عارف إنه مش هيمثلوا ممثلين محترفين؟ لا، أنا من الأول كانت التجربة أصلاً من البداية كده. تفكيري الأساسي إن مش هيمثل ممثلين محترفين، هنعمل تجربة إن كل الناس اللي فيها أول مرة بيمثلوا، ولكن ده كان بيحتاج كذا حاجة، بيحتاج إن إحنا هنشتغل بروفات كتير جداً جداً. احنا اشتغلنا بروفات اكتر من 8 شهور، هنشتغل تدريب ممثل، هنعمل حاجه اسمها معايشه، يعني الناس تبقى موجوده في اماكن التصوير. يعني خليت والدك، حضرتك اتدربت على التمثيل؟ دربني كتير قوي. طب وازاي اقتنعت؟ حضرتك بتشتغل ايه اصلا؟ انا مهندس اصلا. مهندس الكترونكس. ومالكش في التمثيل خالص يعني؟ نهائي.
يعني زي كل الابهات عادي يعني عادي جدا. دخل عليك ابنك وقال لك تعالى مثل معايا من شده اقناعه لايق. لا قال لك ايه واقتنعت ازاي؟ انا قلت له طبعا انا ما عمري ما مثلت ولا وقفت قدام كاميرا ازاي اعمل كده. قال لي معلش انت مالكش دعوه انت تعمل اللي انا هقول لك عليه ومالكش دعوه باي حاجه. وقعد بقى يحفظني بقى قوي. كأنه مدرس. انت فيلمك شارك في مهرجان حضرتك استاذ احمد. احمد يا استاذ احمد انت فيلمك دخل مهرجان دولي. والله بقى دي نصيب بس مجهود محمد طبعا. يعني هو الفكره ان انا اشتغلت مع والدي ووالدتي واصدقائي ووالد خلود لسبب فكره ان الرفوات الطويله دي لازم والد خلود والد خلود والد خلود كان معايا مثل في الفيلم دور ايه بقى؟ صاحب المصنع. صاحب المصنع ولا صاحب الحلواني؟ صاحب مصنع الحلواني. طب ده مثل كويس جدا. مش مثل يا جماعه انتوا لما تشوفوا الفيلم هتحسوا ان هما ناس عاديه هما دول اللي بنشوفهم في الشارع وفي المحلات. بالظبط. يعني انت جبت حماك كمان. خلود مرات محمد على فكره اتجوزوا مؤخرا. على فكره الناس كانت بتخاف مني عشان عارفين ان انا هاجي اقعد معاهم واقول لهم تيجوا تمثلوا. يعني الناس بقى كمان حماك يمثل يا محمد. خالد حماك يمثل. انا عايز افهم ازاي اقتنعته. طب مامتك معلش حضرتك المدام ازاي اقنعتها؟ مش انا اللي اقنعتها هو اللي اقنعها. حاولك. هي بتحبه جدا طبعا ف بس كمان ماما بالذات ليها وضع مختلف. يعني والدتي هي من اول الفيلم ده ومن ساعه ما كان فكره وهي موجوده. يعني في جزء كبير جدا جدا من التفاصيل بتاعت السيناريو كنت انا بشتغل معاها عليها واقول لها ده ينفع طب ما ينفعش طب ايه رايك في ده طب يعني من البدايه جدا جدا. وهي يمكن اكتر حد كان ليه دخل في الفيلم ده من ساعه ما كان سكريبت ومن ساعه ما كان فكره. ايوه تساعدك تساندك انما تمثل. ما ده بقى كان الخبر الصادم للجميع. انتوا يا جماعه ساعدتوني بس انا مش طالب مساعدات في اي حاجه ماديه او كده. انا عايز مساعده في ان انتوا هتمثلوا معايا الفيلم ده. انا كان عندي زي ما بقول لك كده بروفات طويله جدا. البروفات الطويله دي ما حدش هيلتزم بيها. لو ناس مش يعني مش محترفين مش هيلتزموا بثمان شهور. فانا فكرت ان لو اشتغلت مع اقرب الناس ليا هكون معاهم كل يوم وكل ساعه ويبقى نمط حياه او اسلوب حياه ان احنا بنشتغل على الفيلم. يعني احنا بنتغدى بشتغل معاهم على الفيلم واحنا بابا في الشغل فبعدي عليه حفظته ولا لسه طب ما تيجي نتكلم شويه عن الفيلم. والدتي طول الوقت في البيت وكان قاعد في البيت كتير جدا في الفتره دي. انا بزور خطيبتي فحماية كان ساعتها لسه مخطوبين فحماية موجود في البيت فانا يعني جزء منه زياره وجزء منه شغل على الفيلم. مع الوقت بقى ده نمط حياه ليهم وبقوا حاسين ان هم متورطين في التجربه وجواها جدا. وبالنسبه لهبه تحديدا بقى انا عايزه اروح لهبه. هبه انت كمان انت ما مثلتيش قبل كده صح؟ لا سينما لا. طب وهو اقنعك او يعني ما اعرفش. بصي هو يعني بليف ات اور نوت هو الموضوع جه بمكالمه تليفون عايزه اشوفك بكره. حماد احنا اصحاب اصلا من فتره طويله وانا اصلا بشتغل مساعده مخرج منفذ. فافتكرت ان حماد عنده بروجكت عايزني فيه. رحت قابلته في بيت صديقنا مدير التصوير شرقاوي ولقيته بيفاجئني بنفس هبه انا مش عايزك على فكره في كرو اخراج خالص انا مش عايز مساعدين اخراج عايزك تمثلي. تروح مشهد كده يعني وشط وبتاع زي ما عملت في كذا وبتاع. اي لا على فكره خالص انت فاهمه غلط خالص. فعارفه بقى ايمان اللي انا عماله احكي لك عليها بتاعت القصه بتاعت الفيلم وكده. انت ايمان طبعا ايه مش هقدر اقول لك رد فعلي كان عامل ازاي عشان مش هينفع في البرنامج بس كله بتقول طب انت مجنون ليه بتعمل معايا انا كده. بس انت معقول مفهوم السن مفهوم ان انت مساعده مخرج انما لما عرفتي ان بابا ومامته حماية كمان هيمثلوا لا كانش. بصي هو حماد عاده كان بيراعي ان مشاعري لا تحتمل فكان بيقول لي كل حاجه ستيب باي ستيب. يعني انا كنت عارفه ان انكل معانا لان انا يعني انكل من اكتر الناس اللي ادتني سبورت فظيع جدا في الاول. فنان كبير مخضرم لازم ياخد بيه الشباب. هو احساسه جميل جدا وكان بيدينا سبورت فظيع حتى من واحنا بنختار الهدوم يعني في كل ستيب يعني. بس موضوع بابا خلود انا عرفته في وسط التصوير. ومامة حميد برضه عرفته في وسط التصوير ان هي هتبقى مرات عمي بس كنت مبسوطه جدا بقى لان كنت حاسه. طب اشمعنى بقى خلود خطيبته ما خلاهاش تمثل في الفيلم؟ صدقيني انا حاولت اعمل بوشنج. يعني انت جبت العيله وعيله العيله اشمعنى خطيبتك ما مثلتش؟ قول يا خلود. لا انا ما نفعتش. هو حاول يعني.
لازم يكون في اساسيات انا شايفها. يعني انا بشوف جوه اصل ده موضوع ليه دعوه بالطاقه. فانا طاقه هبه بالنسبه لي كانت واصله لي انها ايمان، ووالدي كان واصل لي جدا ان هو عمها، وهكذا الكلام مع والدتي. انا بحس بده وانا بعتمد جدا على احساسي في الحكايه دي. انا بحب كلوك خطيبتي، لكن ما كانش وفي الحقيقه ده جانب احترافي لازم الواحد يفكر فيه. بس انت ما زعلتيش يا خلود خالص؟ لا بالعكس، بالعكس هي فرحت. محمد اصلا في شغله منظم جدا ونمكي جدا ودقيق بدرجه مش طبيعيه. الفيلم اصلا هو قاعد يشتغل عليه يعني 4 سنين كتابه، وقعد يصور خلال سنه. واعتقد واحد مدي كل الطاقه دي للفيلم استحاله هيبقى وجهه نظره غلط. هو انا مش مؤمنه بيه عشان هو جوزي، يعني لا انا مؤمنه بيه لان هو فعلا فنان. طيب في لوكارنو بقى حكيته الحدوته دي؟ يعني في مهرجان لوكارنو كانوا عارفين ان انتوا القرايب اللي بتمثلوا لاول مره، ولا هم اتفرجوا على منتج فني وخلاص؟ لا انا ليه رايي في الحكايه دي بس مهم. فكره ان هم قرايبي او هم عائلتي او هم اصدقائي وكده، دي حاجه ملهاش اي علاقه بمستوى الفيلم، وملهاش دعوه بانها حاجه تجلب لنا تعاطف او تخلي الناس متحمسه للفيلم او لا. ده موضوع انا اللي اخترته وده خياري، وكان ممكن يبوظ لو انا ما اديتلوش الاهتمام الكامل، وكنت عارف وحاسب بشكل يعني كبير توابعه. فده ملوش علاقه بمستوى الفيلم، وملوش علاقه بان الفيلم كان في لوكارنو، لان الناس زيهم، هم ممثلين زيهم زي اي ممثلين. انا مش عايز احط ده، ما كنت من الاول بفكر ان ده مش هيبقى داعي للاعذار او العذر، او بالعكس هو هيكون نقطه ممكن تبقى بالنسبه لي قويه، يعني نقطه قوه استفيد منها، او نقطه ضعف وده ما احبش ان هو يحصل. يعني عملت كده عشان ده حاسس ان هو هيبقى نقطه قوه. انا بس عايز اسال سؤال، اخدت اجر حضرتك؟ ادالك اي اجر تنسيق؟ طبعا. لا طبعا. لا طبعا حضرتك. الفيلم ده عشان اجر بس، يعني ما هو ما حاولش يعرض حد. لا هي الفيلم قصه ثانيه خالص، الفيلم اكبر من كده بكتير بالنسبه لنا. ليترلي هو طب ما جابلكش انت والحاج هديه؟ طيب بعد ما الفيلم اختاروا في لوكارنو انا جبت له هديه. فعلا انت جبت له هديه؟ لا ولا حاجه محمد. هو اصلا فكره الفيلم معموله ان كل الاجور مؤجله. بمعنى ايه؟ كل الناس اصلا عشان حضرتك تعملي الاوردر ده لازم بتدي الاوردر قبلها على الاقل باسبوع علشان تحركوا الاوردر. احنا ما كناش بنعمل كده، احنا اصلا ظروفنا هي اللي بتتطوع عشان خاطر الفيلم. اولا كل الحاجات كل الناس كانت جايه عشان تشتغل، فبتشتغل ازاي من غير فلوس؟ مره تانية ببارك لكم، بس عايز اعرف حضرتك ممكن تمثل مره تانية يا استاذ احمد؟ لا ما اعتقدش. ما حبيتش التمثيل؟ لا ما انا مش شايف نفسي فيه. طب يمكن مع محمد جايز. طب والمدام ممكن تمثل تاني ولا لا؟ ما اعتقدش برضك نفس الوضع بتاع ممكن تمثل مع محمد برضك. هبه انا بتقلي انك هتمثلي تاني؟ I hope so. لا يعني انا حسيت ان انت يعني حابة التمثيل. It's true. انا يعني فعلا حابة التمثيل، بس مش هنكر انها كانت تجربة ما كنتش هاقدم عليها اساسا لولا البوشنج والسابورت اللي عمله حماد بصراحة. طيب تقييم الفيلم فنيا، وجوده في مهرجان لوكارنو بيقول انه ان هو تقييم جيد جدا، تقييمه فنيا اكتر يمكن في كتابات نقدية للي لسه هيشوفوا الفيلم، هو لسه مش هيتعرض تجاري دلوقتي وهيكتبوا عنه، انما في تقييم اخر، في تقييم انساني، في تقييم المفاجأة. حاجة مهمة جدا او بالنسبة لنا كانت حاجة ملفتة جدا، انه مخرج مصري بيعمل اول فيلم روائي طويل له وبيستعين باسرته ليؤدوا اداء رائعا، بلاش رائع، ليؤدوا اداء حقيقيا، اداء غير تمثيلي على الاطلاق في فيلم اسمه أخضر يابس للمخرج محمد حماد. أنا بشكرك شكرا. اقتربت الأخطار. لقيت صريخ. واحد بيسلك. مش عايز أقول كتير. كتير أوي. عشان أنا سألت عليك حماك. كنت بخاف أسلم عليه وأوسخه. والله في الأول. احنا كبار قوي في اللعبه دي قوي. مش انت؟ لا ما بص شكلنا عامل ازاي. لقيته لابس حزام سوبرمان. الموضوع هيكبر. في واحد جايب ناس من الحرفيين وهيضربوني مش عارف ايه وبتاع. بتعجنوا بعض. مين بتكلم مين؟ بقول له صاحبتي. راح ماسك التليفون. حرام! ايه ده؟ ده انت ما بتعرفش تلعب خالص. لحد ما حد من الحكام مره قفشني.
تعرف انا جايبك ليه النهارده؟ عشان بخلص قدام الجول. لا عشان انت صاحب الكوره. احترم نفسنا ونبص لبعض كده ومش عايزين نتعصب على بعض. انتوا ستر وغطى على بعض. اقسم بالله ساعتها ابويا كان مصاحب وحياد. بص احنا بتاخد ظلم الحلقه دي. مين كان الانجح في العلاقات العاطفيه؟ موضوع لا يعني الناس الحاجات اللي بتحسها دي انا ما حسيتهاش قوي يعني. بص خدت نفسي فضحتونا ولا انت جاي تعملي فينا ايه؟ اكبر مصيبه كانت فتره رخمه مش عايزين بس نكئب الناس. انا اسف مش هكمل الحكايه طبعا.